بص على ايه؟ طلع فالصو. فالصو؟ فالصو ازاي؟ اهو الختم بتاع الفالصو اهو. ازاي سعادتك؟ ده انا واخده منهم بايدي ومسلمه يدا بيد لايد سعادتك. بعد الجهد ده كله يا رب يطلع العقد فالصو. يكون شيء بدله الاصلي بواحد فالصو بصنعه لطافه بخفه يد. يا سلام يا سلام على دماغك. وهم مش عرفهم يا غبي ان احنا هنطب عليهم؟ صحيح. وبعدين امتى هيلحقوا يطلعوا عليه؟ صحيح. هاد اللي مجنني انه احنا عارفين العقد فالصو بيسرقوه ليه؟ صحيح. انت مفيش وراك غير صحيح صحيح. اخرس خالص مش عايز اسمع صحيح دي. حاضر سعادتك. شوف مين. الو. ايوه نيلي. عايزين تقابلوني؟ ماشي ما عنديش مانع. تعالوا عدوا عليا انا هنا في المكتب. ايه؟ الوقت متأخر؟ صحيح. طيب بكره. فين؟ في المرسم؟ ماشي في المرسم. سلام. الله على دماغ سعادتك. طب ايه بقى مؤاخذه الموضوع اللي انتوا عايزيني فيه؟ بص يا انكل عم دهب. نعم. عشان ما نقعدش نلف وندور على بعض. احنا عندنا شويه معلومات واللغز. حضرتك عندك شويه معلومات بلس العقد. فاحنا نظبط الحاجات كلها على بعض وحضرتك تاخد الفلوس بتاعتك اللي عند جده. بس اللي اوله شرط اخره سور. سور ازاي يا بنت؟ اخره نور قصدك يعني؟ لا سور عشان السور ما حدش يقدر يعديه. نور ايه؟ وات ايفر يعني. وبعدين؟ اوكي. حضرتك هتاخد حقك واحنا هناخد حقنا. ومحدش يجي على حق التاني الا مؤاخذه. طب مؤاخذه يعني انا ايه المطلوب مني برضو؟ حضرتك تدينا العقد ونفتح المجله ونشك ايه الموضوع. انتوا لسه بتشكوا في العقد؟ لا نشك يعني نشوف ايه الموضوع. ماشي هات العقد. اضح اتفضل يا مالك. اول حاجه لازم نفهمها هو ليه جده ودانا عند العقد وهو عارف انه فوقش اصلا. مفيش اي حاجه في الستوري ليها علاقه بالعقد وفوقش عقش والجده بطه احنا ما خدناش بالنا منها. هو مفيش بس استني اما اتاكد. بس اهو الراجل رايح للجده بطه بيقول لها انه هيشتري العقد بفلوس كتير. قالت له ماشي. وبعدين بتفتح الدولاب ما لقيتوش ووصل الراجل تاني. الراجل انا جاهز يا جده بطه احضرت النقود معي. الجدة بطة وأنا لا أجد ما أقول لك لقد ضاع العقد فجأة ولم أجده. الرجل أوه إنها خسارة كبيرة لقد وعدت زوجتي أن أهدي هذا العقد الثمين بعد أن أحفر عليها أول حروف من أسمينا ماذا أعطيها الآن فلة وياسمينة. الجدة بطة أنا في قمة الخجل ولا أعرف. العقد محفور عليه حروف وأرقام. يا بنت ما هي دي الحروف بتاعت الختم بتاع الفالصو. مغزر ختم فالصو ازاي؟ الحاجات الأصلية بس هي اللي بيكون عليها ختم. مين الحمار اللي قالك كده؟ الواد ضاح. أنا قلت حاجة؟ أنت امبارح مش قلت كده؟ والفالصو له ختم برضه يا حمار؟ لا اخلص خالص. طيب والله عيب تبقى حضرتك راجل كبير ومهم كده وتسمع كلام الحمار ده. يا جماعة هي الحروف دي إيه أصلاً؟ زاد به بس مش عارفه اقرا الارقام من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين. وريني ده بالاختصار. صاد ايه؟ صاد يا بنتي صاد. صاد ب 717. ايوه يا جماعه صاد ب ده اختصار لايه؟ يكونش 717 دي صاد ب 717 ده نمره العربيه بتاعت جدكم. زمان ما كانش فيه حروف وارقام في نمر العربيات. صحيح. وكان في عربيات ليها ارقام. حمار انت. انا قلت حاجه؟ مش انت قايل كده امبارح؟ اخلص انت خلاص. Why don't you fire him؟ ليه؟ اضربني بالنار ليه؟ ممكن سمك بربوري؟ بربورك؟ صابون بالموليف؟ يكونش صندوق بيره. سمك بوري. لا يا جماعه استنوا استنوا انتوا بتهروا في ايه؟ صاد ب اختصار صندوق بريد. صحيح. صد به طول عمره صندوق بريد. يكونش صوصن بدر. ما تخلص بقى مع خلاص عرسينا صندوق بريد. انا قلت اجتهد. لا ما تجتهدش. يا جماعه يا جماعه صندوق البريد ده اللي كنا بنبعت فيه الشمعدان والفوازير عارفه؟ شريهان يو لوك فيري ستوبيد. صندوق بالسين. هي بالسين فعلا؟ صحيح. سيبك من عم دهب دي تافهه اساسا. طب واحنا هنوصل ازاي لصندوق البريد ده؟ عادي هنكلم دليل التليفونات. صحيح. معلش يا عم دهب تديني تليفونك بس اكلم الدليل عشان ما عنديش رصيد. تليفون انا؟
شوفي تليفون انا البطاريه فاضل فيها 3 شرط، ما تاخدي التليفون بنت عم كهرب لك ايه؟ اصيل يا عم ده، هاتي يا نيلي التليفون. حركات رخيصه قوي، خد يا بنتي. الو السلام عليكم. ايوه لو سمحتي عايز اعرف عنوان صندوق بريد 717 ده موجود فين؟ يكون شيء سكر بر. بر ايه؟ ما خلاص يا ابني انا قلت اكتئب. ما تكتئبش، قول لي صندوق بريد وارسل عليه خلاص. فين؟ مكتب بريد الحلميه الجديده. شكرا، السلام عليكم. مكتب بريد الحلميه الجديده. بتهزري؟ هو الحلميه ده مكان بجد مش بس في المسلسل؟ طب بتتعمل قبل المسلسل ولا بعد المسلسل؟ مسلسل ايه بس يا بنت، خلينا في المسلسل اللي احنا فيه ده. يلا بينا نشوف صندوق البريد ده فين. يكونش صافي نار بترقص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا حاج عايزين نفتح صندوق بريد 717. 717 717 ايوه صح مظبوط، عندنا. انا عارفه انه عندكم، احنا عايزين نفتحه وناخد اللي جواه. راحت فين كوبايه الشاي؟ راحت فين؟ اتفضل يا حاج الشاي. متشكر، العتب على النظر. طب يا حاج عايزين نفتح صندوق 717. هو اي حد عايز يفتح صندوق نفتحه له كده على طول؟ ده صندوق خاص، يعني لازم اللي يفتحه يكون المالك الاصلي بتاعه. طب ما احنا اصحاب الصندوق يا حاج. ايوه، يعني باسم مين فيكم؟ باسم مكاوي ابو الخير. وحضرتك بقى مكاوي ابو الخير؟ حضرتك ايه يا حاج، انت مش سامع صوتي؟ انا انثى يا حاج. لا مؤاخذه يا بنتي، العتب على النظر. هو فين بقى الاستاذ مكاوي؟ الاستاذ مكاوي عقبال عندك مات الله يرحمه، ودول احفاده. ايوه، وحضرتك بقى مين؟ انا حرم المرحوم، انا جدتهم. معاكوا اعلام وراثه؟ لا معانا بطاقات. بطاقات؟ ما ينفعش بطاقات، لازم اعلام وراثه. اعلام وراثه ايه بس يا حاج؟ بيقولوا لك معاهم بطايق تثبت ان هم احفاد مكاوي. نيلي وشريهان احفاد مكاوي. انت قلت لي مين؟ نيلي وشريهان احفاد مكاوي. نيلي وشريهان. ايوه نيلي، والله العظيم من ساعه ما دخلوا عليا وانا عمال اسبح عليهم واقول انا شفتهم فين. نيلي وشريهان؟ لا مش ممكن. بس انا اول مره اعرف ان نيلي وشريهان قرايب. لا حضرتك اهو شفت بقى يا حاج، شفت بقى الدنيا ضيقه ازاي وصغيره ازاي. نيلي وشريهان وجولك اهو مع بعضهم، وانت عمال تقول لهم اعلام وراثه وادوني بطايق واثبات شخصيه. ده كلام؟ بطايق ايه واثبات شخصيه ايه؟ ده هم نفسهم وشهم بطاقه. ربنا يخليك يا حاج، ربنا يكرمك. ها هنفتح الصندوق بقى ولا ايه؟ طبعا، ده انا افتح لكم الدنيا كلها صندوق. بس انا ليا طلب رفيع عندكم قد كده. انت تؤمر يا عم؟ طلب رفيع ولا تخين؟ اؤمر. نيلي وشريهان بقى وزمن الفن الجميل بقى والحاجات الحلوه، الاستعراضات والاغاني بتاعت زمان الحلوه دي، الفوازير دي نسمع منها بقى حاجه. طبعا. ما انت فاهم ايه؟ لازم شويه كده. الراجل الطيب ده هيفتح لنا الصندوق. أيوة. مش هينفع يا عم ده، نسمعه اي حاجه عشان نفتح الصندوق. اي حاجه، هو حد مش حافظ حاجه لشريهان ونيلي؟ يلا يا نيلي، يلا يا شريهان. حاجتكم بتاعت زمان دي. ركز بقى يا حاج واتفرج بقى. شوف بقى. ربنا يسامحك يا جدو، كله عشان خاطر الفلوس. سوري يا فنانة نيلي. أسفة أستاذة شرهان. سيادتك أم العريس. طبعاً أم العريس، أم العريس. سك 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 على الموضوع. لو قلت هاخدك فوق. سك وعك تعك ما زق كش فكرك ممنوع تقول ممنوع. ناو صوت عالموضوع. بدي واحد اتنين تلاتة بقى. بارارام بام بيريم بارا بام بام بارام بارا بام بام بيريم بارارا بيريم باريري بام بارارارارا. موضوع. الله ايه الجمال ده، ايه العظمة دي كلها بصراحة. والله 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 انتوا انستونا. امال ايه؟ انستونا. امال ايه؟ انستونا. اتفضلوا يا جماعة، منورينا والله ومكترينا. 717 خلاص يا حاج شفناها. تعالى انت. شكرني تفكر انت على الله بقى. بالمناسبة الجميلة دي بقى يعني نسمع حاجة كده. لا خلاص بقى لو سمحت. معلش هم تعبانين دلوقتي، أنا بعدين هاجي لك على رواقة كده وأجيب لك معايا محمود شكوكو. بجد والله؟ ده وعد. وعد. اتفضلوا. شكرا. عيشوا بقى.
سلام عليكم. ألف سلام. سلام. سلامة. ستاند راح فين؟ هات المفتاح. خلي دي معاك. اتفضل. 717. اهي.